لم تنتهي رحلة هذه الدبابة كما كان متوقعا لها. بعد القتال العنيف الذي شهدته في خان طومان والإصابة البليغة التي منيت بها، الكل اعتقد أن لا فائدة ترجى منها إلا كقطع بديلة لدبابات أقوى. لكن رحبة الدبابات في ريف حلب الجنوبي المحرر تكره الخسارات، ويعتقد العاملون فيها أن السلاح كما الإنسان من حقه أن يرى ساعة النصر. تشغيل هذه الدبابة لتشارك في المعارك ضد عصابات الأسد في حلب بسبب ضعف الإمكانيات والسلاح الثقيل. 9 شهور مضت منذ أن بدأت الرحبة عملها بإشراف مهندس ميكانيك. تمكنت حتى الآن من إعادة 4 دبابات إلى العمل جنبا إلى جنب مع الثوار. فمع ضعف الدعم وشراسة النظام لا يملك الجيش الحر خيار خسارة القليل الذي لديه من السلاح الثقيل، على أمل الوصول إلى المعركة الحاسمة ضد النظام.